في ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ معاكم استاذه فادي دي. النهارده بتكلم عن حفله الالف مشترك. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. نشغل بقى نحتفل الاول كان الثاني الاحتفال اهو. في ايه؟ يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ مفيش احتفال احسن من كده. 1 2 3 احتفالنا. هنيجي بقى للموضوع المهم. اشكر كل الناس اللي شجعتني. كان في اوقات بتيجي عندي كتير احس ان انا خلاص محدش بيتفرج عليا غير ماما. حتى ماما ساعات بتزهق ما تتفرجش عليا اصلا والله. واجي اقول خلاص انا همسح الفيديوهات، يعني لا، الطموح عندي بينتهي ان انا اقول انا همسح الفيديوهات اللي انا عملتها اصلا عشان كاني مش موجوده، والاقي ناس داخلالي يشجعوني يقولوا لي انت هتبقي إيه حاجه. انا لسه مبقتش حاجه بس بيشجعوني بكلام حلو، هم ما يعرفونيش اصلا. في اربعه عايزه اشكرهم، دول اكتر ناس بتشجعني جدا وهم ما شافونيش شخصيا ولا انا شفتهم، انا ما اعرفش شكلهم خالص. انجي ولاء وكتكات وسهى، الاربعه دول تمام. انا بشكركم جدا عشان انتوا اللي بتشجعوني وبتحمسوني لكل حاجه. الفيديو ده عبارة عن فيديو تفائل للناس اللي اقل من 1000 تمام. انا عديت 1000، انا دلوقتي بقيت 1000 داخلة على 300 الحمد لله. فالفيديو طبعا انا كده معدية، بالنسبة لي انا كده معدية. المهم انا هقول لكم بالظبط انا جبتهم ازاي بمجهودي ومحدش ساعدني نهائي غير المتابعين بتوعي، ان هم كانوا بيشجعوني بالكلام وان هم بيقولوا لي انت كويسة وكملي وصلحي كذا واعملي كذا. مش هكذب، انا في اول مشواري كنت مثلا بقول مثلا حد من اليوتيوبر اللي هم معروفين اقول لهم مثلا ايه، هو انا بعمل ده حلو ولا وحش؟ قولي لي بس رايك. ما كانتش بتقول رايها اصلا، يعني المسج بتاعتي ما بتتفتحش وبكتب تعليقات ما بتردش عليها. ده في اول انا داخله اليوتيوب على فكره في 2018 اعتقد، 2018 او بدايه 2019. المهم ان انا اتعلمت من النقطه دي ان انا مش هسال حد تاني انا بعمل ايه، انا بعمل كويس ومش بعمل كويس. وقعدت اتعلم في نفسي في المونتاج، قعدت اشوف البرنامج اللي بيريحني ايه، اقعد اتعلم من على اليوتيوب، اقعد اتعلم من الناس اللي هي بقى ايه اللي هم مثلا اشوف مثلا حد عامل حته حلوه اقعد ادور على الحته دي لحد لما بلاقيها تمام. خش على مكتبه اليوتيوب وهات اللي انت عايزاه منها عشان حقوق الحقوق والكلام ده. كل ده انا اتعلمته لوحدي وعن طريق اليوتيوب. كنت ممكن اقعد بالليل كده قبل ما انام افتح اليوتيوب واقعد اتعلم خطوات معينه وكده. تاني حاجه كنت بواظب ان انا اعمل فيديوهات. ساعات كنت بقع، يعني ساعات ما كنتش بعمل، يعني الفتره اللي فاتت دي انا بقالي شهر ما عملتش فيديوهات عشان كان عندي ظروف. كنت تعبانه وكده، بس الحمد لله الدنيا عدت على خير. حتى كنت عايزه اعمل الفيديو ده من شهر عشان انا معديه الالف من شهر، بس حسيت ان انا مش قادره ما عنديش طاقه. فقلت ازاي اديكي طاقه؟ ما انا عنديش طاقه. فانا الحمد لله دلوقتي ايه عندي طاقه كويسه، فانا هديكي شويه نصايح. لو انت عندك هدف انت هتعمليه وهتحبطي كتير. انا قلت في اول الفيديو ان انا كنت بحبط كتير واحس ان انا ممكن الفيديو يجي في فيديوهات عندي لحد دلوقتي مثلا 50 مشاهده 20 مشاهده، وفي فيديوهات معديه ال 15000. ففي وفي لازم تشوفي انت مضمونك ايه وتعمليه تمام. وخليكي مصره وطوري من نفسك وتعلمي الايديت، شوفي برامج مونتاج حلوه، اشتغل على نفسك كتير. ولو حد جه قالك انت مش بتعرفي تعملي قولي له طيب ماشي وعندي واعملي تمام. لان اللي بيقول رايه فيك ده هو اصلا مفيش كتاب معمول مخصوص يقولك الصح من الغلط. انت خليكي طالما انت عارفه انت بتعملي صح وحاجه محترمه خلاص اعملي اللي انت بتعمليه واستمري فيه وهتلاقي ناس بتشجعك. انا لقيت ناس بتشجعني بجد. طيب انا هقول لكم بقى دخلت اليوتيوب بالظبط ازاي. انا عملت قناه عاديه وبدات ان انا اعمل فيديوهات كنت ببان بايدي. المهم ان انا ما قلتش لاي حد خالص ان انا عامله قناه،
وكنت بقعد بقى ايه اتكلم مع نفسي بقى واعمل اول حاجه، اول فيديو اللي لسه فاكراه حالا اللي انا كنت عملت ازاي ارتب المكياج بتاعي، وتاني فيديو كنت عاملاه منظم المكياج كان بالمكعبات كده تمام. المهم انا قعدت اعمل فيديوهات وبتاع، كان بالظبط عندي 3 مشتركين، انا وجوزي وانا من حسابي التاني تمام، هما دول بس 3. وبعد كده بقى لما قلت لماما، ماما ما عملتش اشتراك اصلا. المهم انا قعدت اعمل فيديوهات بقى وكده، ففجأة لقيت بقيت 8 مشتركين. قلت ايه ده 8 مشتركين، في 5 جم كده مع نفسهم ازاي؟ وبقى ايه ما طرت من الفرحة. المهم رحت قلت لجوزي انا جالي 5 مشتركين، جالي 5 مشتركين شافوا الفيديوهات بتاعتي وعملوا لي اشتراك. فالمهم ايه لقيته راح بصي كده وسكت. فانا بقول له هو انت سكت ليه، انت مش فرحان؟ قال لي يا ساره 5 مشتركين دول انا اشتركت من الحسابات التانية كلها. بصيت كده وسكت، قلت له طب بص بقى لو سمحت ما تشتركش من حته تانية عشان انا كده انا بيضحك عليا. المهم فجاه كده لقيت برضو في فيديو معين، انا طبعا قلت لماما، ففي كنت انا عند في زياره عند مامتي. المهم لقيت فيديو معين كده وصل ل 25 مشاهده، وده بقى ما كانش بيحصل يعني، كان الفيديو بتاعي ممكن يجيب لي 10 فيديوهات كده هو عدى التوب 25 مشاهده ازاي. فانا بقى فرحانه وبتاع، وبعد كده دخلت اعمل كوبايه شاي بقى بروق دماغي عشان جالي، بروق دماغي عشان جالي 25 مشاهده، انا ما بقاش حد قدي. فانا ببص كده يعني المطبخ، وبعد كده اوضه، وبعد كده اوضه ماما. فالمهم انا بعد كده من اوضه ماما لقيتها ماسكه الموبايل بتاعي، الموبايل بتاعها، وعماله تتفرج على الفيديو بتاعي، الفيديو يخلص تقوم بتعيده تاني، الفيديو يخلص تقوم بتعيده تاني. بص لها كده قلت لها يا ماما وانت بتتفرجي على ايه؟ قالت لي بتفرج على الفيديو بتاعك يا بنتي علشان يجيب لك مشاهدات. دي كانت تاني صدمه في حياتي. المهم ان انا سكت كده بقول يعني انا يوم ما يجي لي 25 مشاهده الاقي ماما اللي عماله تعيد وتزيد تعيد وتزيد، ويوم ما الاقي 5 مشتركين جداد الاقي جوزي يعني بيقعد يشترك ومثلا يقول لمامته اشتركي مش عارف ايه. يعني انا لسه ما وصلتش للعالم الخارجي ده، انا المشتركين والمشاهدات من جوه بيتي يا جدعان، طب انا هعمل ايه؟ المهم انا بقى خلاص سبتني من الموضوع ده، وقلت خلاص انا مش هفكر تاني في اللي انا يعني إيه. اصل انتوا ما تعرفوش انا كل يوم بصحى ابص على عدد المشتركات على الموبايل، يعني بقى اهتماماتي عارفين انت ان انا ما كانش ورايا حاجه، دلوقتي بقى ورايا ان انا عدد اهتماماتي عدد المشتركين والمشاهدات. طب التعليقات ايه؟ حتى انا برد على كل التعليقات، حتى التعليقات السلبيه ببقى عايزه ارد عليها، ساعات بتتمسح ما اعرفش بقى هو اللي كتبها هو اللي بيمسحها ولا بيحصل ايه، بس انا برد على كل التعليقات. ليه بقى برد على كل التعليقات؟ لان انا عامله فيديوهات ريفيو، واحده سالتني على حاجه ما هرد عليها، يعني انا عامله الفيديو مثلا ريفيو ما هو لازم ارد على السؤال، يعني انا عامله بس بتفشخر انا جبت كوبايه، بتفشخر بيها ولهم بصوا يا جماعه انا جبت كوبايه، واحده تيجي تقول لي الكوبايه دي متينه ولا مش متينه ما اردش عليها، طب انا ليه عامله الفيديو اصلا؟ فعشان كده انا برد على التعليقات كلها. والناس طبعا اللي بتشجعني لازم ارد عليهم اقول لهم شكرا، يعني واحده بتشجعني ومثلا ضيعت من وقتها ثواني او دقائق ان هي ترد عليا، وكلفت نفسها واستخدمت الكيبورد بتاع الموبايل بتاعها عشان تكلمني وتقول لي شكرا يا ساره، او انت شاطره يا ساره، في الاخر خالص ابص اقول لها اه صح، ومعمله لها لايك كده اللي انا شفت التعليق وما ردتش عليك، لا لازم ارد عليها برده علشان يعني اشكرها ان هي بتشجعني، ما هو دي تشجيع عليا وتشجيع معنوي جامد قوي تمام. هنيجي بقى على نقطه انا ازاي جالي مشتركين. انا في يوم كنت بنزل الوكاله، المهم انا قلت هصور الوكاله، هنزل اصور الوكاله. المهم عملت فيديو مخصوص وكنتش حاطه في دماغي ان الفيديو ده يجيب لي مشتركين، فجاه عملت الفيديو 2000 مشاهده، 3000 4000، دلوقتي معدل 15 الحمد لله. ايه ده؟ امتى اعلنت لاهلي والقرايبي ولصحابي؟ ما هو اهلي هم قرايبي. امتى قلت لاصحابي وقرايبي ان انا عامله قناه يوتيوب؟ كان عدد المشتركين عندي بقى 800 مشترك، يعني ال 800 دول محدش من قرايبي ولا من صحابي غير ماما وجوزي بس هم اللي مشتركين، اي حد تاني ما كانش يعرف. اللحظه اللي جت واللي انا قلت ليهم ليه؟ لان لقيت واحده صاحبتي داخله لي تقول لي يا ساره هو انت بتعملي فيديوهات على اليوتيوب؟ قلت لها انت عرفت منين؟ قالت لي انت صغرتي. في الوقت ده حسيت بجد ده انا فرحت قوي، يعني مش لازم اقول لجوزي او لمامتي خش شوف الفيديو اللي انا عملته اقعد اتحايل عليهم وارشيهم وحاجات من دي، فلا انا كده بجد فرحت بقى جدا. رحت ساعتها بقى عملت جروب كده على الفيس، وعملت صفحه باسم اسمها ساره صبحي، وقلت للناس كلها ان انا عامله قناه على اليوتيوب. وبامانه في صحابي فرحوا جدا، وفي ناس ايه انت عملت يعني، انت عملت يعني اللي عملت يعني ما تعملش، فتحت قناه فضائيه يعني. ففي من ده وفي من ده.
تاني حاجة عايز اقول لكم عليها، انا ليه ما قلتش لصحابي والقرايب؟ لان في ناس بتشجع جامد وفي ناس بتكسر. يعني مثلا واحده اجي اقول لها انا عايزه اعمل مثلا قناه، هي ما تعرفش انا عايزه اعمل قناه ليه، تقول لي هتقدمي فيها ايه، انت اصلا ايه اللي في حياتك مهم عشان تقدميه؟ فساعتها هتخليني يعني هقول ايه، او مثلا تقول لي انت مثلا ما تعملي ريفيوهات عن حاجات، ما دي حاجات مش مهمه مثلا، فساعتها هتكسرني، تحس ان هي هيجي لي احباط. فانا ساعتها بدات لوحدي وصلت لل 800 مشترك دول من غير ما اقول لحد، علشان اللي معنى ان هو ما اقولش لحد وفي 800 مشترك جم، دول 800 دول ما يعرفونيش، بس هم قووني وقوموني وخليني اكمل في اللي انا بعمله، علشان اللي انا عملته ما طلعش اهبل. طيب هنيجي بقى على الاحصاءات اللي انا عاملها شوت سكرين من عن خلال اليوتيوب، يعني اليوتيوب هو اللي بيقول لي الكلام ده، مش جايباها من جيبي. دلوقتي لما الاقي عدد المشتركين اللي بيتفرجوا عليا 4.6 و 4%، والناس اللي هم غير المشتركين اللي بيتفرجوا على فيديوهاتي 95% و3%. ده كلام يعني عدد المشتركين 4% والغير المشتركين 95%، ده ضحكت الناس عليا والله. الناس بقى اللي بتتفرج عليا اصلا من انهي بلد؟ من مصر والسعوديه وعمان و بصوا هم مكتوبين كلهم ماشي. طبعا اكتر حاجه 70% مصر، عشان طبعا انا مصريه، ف يعني بنشجع الصناعه المصريه. من المواقف بقى المضحكه جدا اللي حصلت لي بعد ما كملت الالف، استنى بص على نفسي عشان ايه كسه، ايوه كده قاعده كويس قوي. كنت ماشيه في الشارع ولقيت بنت كانت عماله تبص لي كده، وانا كنت لابسه نظاره شمس وكمامه فانا مش باينه، فعماله تبص لي جامد قوي. فانا قلت ايه ده، اكيد بقى ايه من المتابعين بتوعي على اليوتيوب. المهم انا بصلها كده ومستنيها تجيلي، رحت ايه قلت يمكن مش واخده بالها من شكلي، رحت قلعت لها النظاره شويه، قلت ماشي طب ايه انت مش هتعرفيني من عيني، ما انا اصلا ما بظهرش كتير، قعدت مثلا ايه ابين في ايدي جامد عشان بطلع بايدي. المهم لقيت البنت راحت ايه اتشجعت وجات لي، فانا بقى قلت خلاص. فانا بقول لها ايه، بقول لها في ايه، عايزه حاجه؟ قالت لي لو سمحت هو اقرب حمام بس ابننا علشان عايزه اخش الحمام. من ساعتها ما خلاص انا امي اصلا ما بتتفرجش عليا. طيب انا هرد دلوقتي على التعليقات السلبيه كلها. في حد يخش مثلا يقول لي تصويرك مش حلو، او الجوده بتاعت الفيديو مش حلوه. على فكره مين قالك اصلا ان انا راضي عن الجوده بتاعتي؟ انا اصلا مش راضي عن التصوير بتاعي، ولا راضي عن الصوت، ولا راضي عن اي حاجه. انا نفسي اعمل حاجه معينه في دماغي، بس لسه بحوش ولسه بعمل ببني الحاجه علشان اصلح في الجوده بتاعتي. فانا ما جيتش ما طلعتش في الفيديو قلت انا بعمل احسن واحده على اليوتيوب جوده، لا انا الجوده بتاعتي اصلا تحت المتوسط. المهم خليكي مصره على هدفك، وابعدي عن الحاجات الفيك، وابعدي ان انت تبقى انت بتدوري على شهره بس او فلوس، لا بس لا خلي هدفك ان انت تخلي الناس اللي بيحبوكي هم اللي يتابعوكي بس، تمام. ويا ريت اللي ما عملش اشتراك يشترك، وطبعوني الفيديوهات الجايه، وباذن الله هطور من جوده التصوير وجوده الاضاءه، وباذن الله هطور من كل حاجه، واشوفكم الفيديوهات الجايه. يلا باي باي.